تأسست جمعية الوفاق سنة 2002 في دوار الدرناني، كانت تابعة جامعة بوسكورة، وما بين الأنشطة ديالها هي في حقيقة العمل الجمعوي والعمل الاجتماعي بالنسبة للساكنة ديالها. الساكنة بطبيعة الحال ساكنة في مناطق هشة، مناطق محيطة بالمجال الحضري للدار البيضاء، وكان واحد العجز كبير بالنسبة لجميع المرافق الحيوية، ما بينها الماء والكهرباء وكذلك الولوج الى المدارس. فكانوا الاطفال عندنا تما في الدوار خصهم ساعتين ثلاثه ساعات باش يوصلوا للمدارس ديالهم. فجات الجمعيه بطبيعه الحال وعملت واحد المجموعه المشاريع، ما بينها النقل المدرسي، وبطبيعه الحال كنا وهذا افتخار لنا اننا من الجمعيات الاولى التي ركزت على النقل المدرسي العمومي. فكنا اول عربه لنقل الاطفال من سيدي من هذه المنطقة إلى سيدي معروف، كانت هي جمعية الوفاق. فالحمد لله تمكنت من اقتناء عربة، وإضافة إلى واحد المجموعة المشاريع اللي عندها صبغة اجتماعية محضة، خاصة بالنسبة للتعليم وخاصة بالنسبة للطبقة الهشة، وبطبيعة الحال الفتاة التي كانت عندها كان واحد العجز، كان واحد المشكل بالنسبة للتمدرس ديالهم. فالجمعية جات باش تسهل لهم المأمورية، وكذلك إعانة الوالدين ديالهم اللي كانوا بطبيعة الحال كانوا في كل وقت توصلوا للمدارس. حنا بهذه الطريقة ديال النقل المدرسي تمكنا باش نحلوا هذا المشكل ومحاربة الهدر المدرسي في هذه المنطقة هذه بصفة خاصة. بالنسبة للمشروع اليوم، جبنا واحد المشروع اللي هو في حقيقة فريد من نوعه، اللي هو صناعة يد من بلاستيك معمولة بطريقة 3D، اللي هي سكون أبل لين بروتيز 3D امبريمي سور اون امبريمون 3D. أول يد بروتيز تعملت للطفل معاق عنده يدين ما عندوش، تخلق بهم خلقة، والحمد لله تمكننا بالتنسيق مع جامعة أوتاوا وبالتنسيق مع مهندسين كلية العلوم الهندسية بجامعة أوتاوا بكندا. عملنا معهم واحد الشراكة وتم بالفعل صنع هذه اليد اللي هي بطبيعة الحال أعتقد أول يد صناعية، وتمكننا باش نصوبها بالتعاون مع الطفل اللي هو سميتو بدر، عنده تقريبا 13 سنة، وتم الحمد لله بنجاح إهداؤه بالمجان هذه اليد. والهدف ديالنا في حقيقة هو صنع مثل هذه الأيادي بـ3D هنا في المغرب مع تقنيات حديثة. وبهذا الصدد انا اعتقد بان حال الوقت بان باش نوصلوا للجيل الثالث ديال التنميه البشريه. وكان صاحب الجلاله في هذا النطاق كان دعا اخيرا لمواكبه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، حيث انها خاصها تدخل في مشاريع بهذا النوع. هذه المشاريع بطبيعه الحال تلتجأ الى التقنيات المتطوره، وخاصه الاشياء اللي هي رقميه. التكنولوجي نيميريك اليوم ولات بارتو، ولات موجوده، التكاليف ديالها رخصات بطبيعه الحال، وخاصه واحد التقنيات وخاصه مهندسين. فاليوم حنا تنطلق واحد النداء لجميع المهندسين المغاربه الشباب اللي عندهم كفاءات في الهندسه، اللي عندهم كفاءات في الديزاين، اللي عندهم كفاءات في الانفورماتيك، باش يجيو معنا باش نعملوا واحد اللابوغاتوار هنا في الدار البيضاء. ولاهداء هذه الايادي انا تنعرف بان كاين واحد المجموعه ديال كاين الاف ديال المغاربه، اطفال المغاربه اللي تولدوا اما ما عندهمش يد، واما ما عندهم صبعان، واما ما عندهمش جزء من 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 اما جريهم ولا يديهم، تشوهات خلقيه اللي يمكننا نعالجوها بهذه الطريقه هذه. بطبيعه الحال هذه اليد الاصطناعيه ما يمكن لهاش تجيب بلاصه يد بطبيعه الحال يد عاديه طبيعيه.
فهذه بطبيعة الحال تعطيهم واحد الثقة في النفس، وتتفاعل يقول أنا عندي شي حاجة ناقصة، واللي تقول عندي شي حاجة زايدة. Olivier, شكرا يا مالك.